وبعد كام سنه من اللقب اللي مصر كلها بتناديلك بيه، انت بتختلف مع الكابتن مدحت شلبي من خلال فيسبوك ومن خلال تصريحات هنا وهنا، ايه اللي حصل؟ لا الحقيقة ما فيش حاجة، هو الراجل شغال، كابتن مدحت شغال في قناة، في قناة طبعا بيراميدز، فهو الطبيعي يدافع عن الفرقة بتاعته او يدافع عن النادي بتاعه وكده، وما فيش اختلاف خالص. انا الموضوع كله، انا يعني انا شايف حاجة من وجهة نظري وهو شايف حاجة من وجهة نظره، دي حاجة ترجع له طبعا، لكن هي الحاجات الاساسيات العامة الطبيعي اللي هي ما تتغيرش. يعني انت بتبقى في مكان بتخلص له وبتاع والكلام دوت، لكن في المجمل العام ما ينفعش، زي الاعلان ما ينفعش اغير انتمائي. يعني الطبيعي الاعلان اللي هو معمول على قناة بيراميدز، فالطبيعي ان الواحد يعني بيبقى شايف حاجة، الحاجة ديت رقم 2 مثلا، ما ينفعش اقول ده رقم 3. فهو من وجهة نظره هو شايف حاجة، انا شايف حاجة تانية خالص، والحمد لله الناس كلها شايفة ان الموضوع كله. انا طبعا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص، يعني الموضوع مش فارق معايا في الاول او في الاخر، الحمد لله. يعني اما ببقى موجود في اي مكان او كده من الناس، بقابل الناس في الشارع، انت عارف طبعا السوشيال ميديا دلوقتي متشافه بشكل غريب مظبوط. جدا، الناس بتقول لي ما تطلعش تتكلم، ما تطلعش ترد. انا طبعا في هو النادي، نادي الجونه طبعا، يعني الحاجات ديت يعني احنا ما بنتكلمش فيها، او ما بطلعش ارد على حد، او ما بطلعش اتكلم على حد وكده. يمكن هو المشكله في موضوع انت بتهددني بناء على ايه؟ انت اصلا مين في مصر عشان تهددني؟ انت حضرتك هو مين يعني؟ اعلامي كبير طبعا ايوه ماشي، كابتن بس مدحت شلبي، يهددني ليه؟ يطلع يهددني ليه؟ باذاعه فيديو بيحمل مصر كلها لفظا شافت الفيديو، عليك. مصر كلها شافت الفيديو، ما هو ما يعرف ايه اللي حصل قبل الفيديو وانا خارج من الملعب؟ ما يعرفش حاجة. انت بتهددني ليه يعني؟ حضرتك شغال ايه؟ بس اعلامي. انا طب ايه اعلامي، اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايوه اعلامي، هو انا طالع، الناس بيستفزني، انتوا عايزين تكسبوا بالعافية ومش هتكسبوا بالعافية وبتاعه، ناس بقى ما شاء الله بودي جاردات واقفين ورا الدكه بتاعت نادي بيراميدز وانا خارج وكده، طبعا وانا خارج من الماتش ومغلوبين متعادلين في اخر دقيقه وكده، ايوه. بس وهو يعني هو بيتكلم بيهددني بناء على ايه؟ انا مش فاهم يعني هو مين يعني؟ يعني هو ماشي على عيني وراسي، كان لواء سابق يعني، هو عشان كده بيهددني مثلا؟ لا، هو يعني بيتكلم كإعلامي مع لقطات قد تدين لاعب، يعني هو ما بيتكلم في هي كده. ما الحاجات ديت مش متصوره بشريط ماتش، ده واحد مصورها بكاميرا فيديو وكده، ما تدينيش في حاجه يعني، عادي كأني انا خلصت الماتش وطلعت بره الملعب. اتظلمت الماتش ده؟ بص، لا هم كان ليهم حاجات في الماتش احنا ما كناش شايفينها، هم تمام. ليهم حاجات وكده، انا قلت بعد الماتش ان هم ليهم حاجات كان ممكن تفرق، لكن اخر 10 دقائق في الماتش احنا ما بنطلعش من نص ملعبنا بالفاولات العكسيه، يعني اي حد بقى فاهم كوره واي حد يعني زي ما بيقولوا كده يعني ايه مرقع كوره سوري في اللفظ، يعني يعرف ان احنا محطوطين في نص ملعبنا بالفاولات والانذارات والحاجات الفاولات العكسيه ما بتطلعش من نص ملعبك، الحاجات دي كانت فرقت معاك وديتك نص ملعب الفرقه الثانيه والماتش لكن خلص قبلها مستقر. انت بتعترف ان بيراميدز كان يستحق يمكن هدف اتلغى، يمكن هدف ويمكن ملغي، قرار هم شايفين ضربة جزاء كمان. هو هي فيها وعليها يعني، ممكن تحسب ممكن ما تحسبش، يعني انا لو في الملعب اعترض، لو هي ليا اعترض اللي هي ضربه جزاء، انا من وجهه نظري شايف اللي هي ضربه اي جزاء، بس انت يعني انت جايب والحكم مش جاي يخسرك يعني، هو ما فيش حكم جاي يخسر حد. في حكام بيعرفوا يخسروا حد؟ هو بص، هو يعني مش بيعرف يخسر، هو ممكن يبقى حاسس ان هو ادى قرار غلط فقراراته بتيجي عكسيه، فانا ايوه. ما بقولش، انا مش مقتنع ان حد هيجي يخسر حد، انا ما بقتنعش بالحاجات دي. طيب، بعيدا عن مشكلتك مع اللي حصلت في ماتش بيراميدز، ايه رأيك في التجربه بشكل عام؟ تجربه نادي بشكل مختلف، مستثمر غير مصري بيدفع فلوس كتيره لضم لاعبين، ودلوقتي هو احد فريقين لم يخسرا في الدوري، هو والاهلي، شايف التجربه ازاي؟ بص، هو يعني حتة الاستثمار في الكرة كويسة طبعا جدا جدا، لكن أبقى مثلا رايح مثلا، أنا دلوقتي نازل أشتري لبس، رايح محل تيشيرت ب 10 جنيه، أشتريه ب 1000 جنيه، ليه؟ إيه السبب يعني يخليني أعمل كده؟ ده ممكن يعمل ايه ده؟ يعني ايه ضرر في ما كده؟ هو فيها ايه؟ الضرر في كده إن أنت خلاص، أنت يعني أنت عليت